Entendeu? محمد رسول الله. Thank you.
تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. وكان الله سبحانه وتعالى حديثاً أبا عبد الله عن ارتكاب الفاحشة لأنه قبل مواكرة آمنة جرت قصة مع الحكامية عن أبي الفياض الهثامي قال بر عبد الله اللهم صل وسلم امرأة من الهثامي يقال لها فاطمة اللهم أوصل ثواب ذلك إليها واجعلها نورا يسعى بين يديها واعطف اللهم برحمتك عليها ارحمها رحمة واسعة اغفر لها مغفرة جامعة اغفر لها وارحمها اغفر لها وارحمها اغفر لها وارحمها اللهم افتح أبواب السماء بروحها اللهم الهك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بشرها بها الجنة اللهم
بشرها بها الجنة. آمين. اللهم بشرها بها الجنة. آمين. اللهم إن كانت مسنة فزد في لسانها. آمين. إن كانت مسيئة فتجاوز عنها. آمين. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. آمين. اجعل قبرها حفرة من حفر النار. آمين. اللهم نور قبرها. آمين. اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. آمين. لا تجعل قبرها حفرة من حفر النار. آمين. اللهم أنس وشتها. آمين. قبتها. آمين. سنتها. آمين. واجعل الجنة مثواها ومأواها يا رب العالمين. آمين. وفق أهل القبور. آمين. المؤمنين والمؤمنات. آمين. المسلمين والمسلمات. واجعل اللهم في قبورهم ضياء ونورا. آمين. نصرة وسرورا. آمين. حاجة وحجورا. آمين. مغفرة على أهل القبور. آمين. إنك مالك الرب الغفور الرحيم. دع الله فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. من يحبه هو الله 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 kufuli namna yekwezi risendele la madziho ya matumastina haulindele la siri ya dhino insha Allah taala wantu wa torenge meto nda soli wa dzi insha Allah taala dhima uri namna yekaudi mjua wa maitiza mbili leo mjini na madziho ya la siri vavo nsifikira mbavo sola la siri watu changulia wanda mrenge batu Muhammad Rijali nisai wazo mrenge mastina tonda dzi insha Allah taala marhaba.
فهميا وما عرفت عليه فأقبل إليها فلم ير منها من الإقبال عليه آخرا كما يرى منها أولا فقال لها يا فاطمة هل لك فيما قلت لي بالأمس هل فقالت له قد كان ذلك بالأمس مرة واليوم لا وذهب ما قالت له أي شيء صنعت بعدي وقال لها وقعت على زوجتي آمنة فقالت له والله إني لست بصاحبة الريبة ولكني رأيت نور النبوة في وجهك وأردت أن يكون ذلك فيا وأبى الله إلا أن يجعله حيث جعله فأخبر زوجتك بأنها قد حملت بأهل أهل الأرض ونبيها إلى وجه زوجتي آمنة بنت وهب فأصبحت البتها تزه والكعبة خر ساجدا لله عز وجل وكذلك جبل أبي كبيس يرقص طربا وعجبا والأصنام تساقطت من على المجالس فلما أنهن أوان ظهور شمس الرسالة في السماء الجلالة خرج مرسوم الجليل إلى كبير الملائكة جبريل ينادي في جميع المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بأن نور الموصول وسر الأسرار مكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء ينقل في هذه الليلة المباركة إلى بطن أمي آمنة مسرورا وأملأ به الكون نورا وأطهر أهل بيتي كثيرا اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم أتت لنا في ربيع ظل عدل كماري وجه من فكا وصل لنا
محمدين اسم محمد
السلام. يكافئه بالجهاد. عليه السلام. Yeah.
Yeah.
Ah, ah, ah.
أن ولا تجزون إلى ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في جلال الأرواح متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أفل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اجزاها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نعتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط ولو نشاء لمسناهم على أفواههم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعلم من نسلك فلا يرجعون وما علمناه الشرع وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القوم الكافرين ألم يروا أنا أهلكنا من بعد الذين أنعم فهم لا مالكون وأذلنا لهم فمنها ربهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرا وهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم الذي جعل لكم من الشجر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادرين على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر.
من استمعنا هنا بسبب هذا القرآن وتحليل الجميع. اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها الجنة معها الفاتحة. آمين. مولانا أبو الحسن علي شاه كاد الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بما جن مد المتصر برحمه الفاتحة. آمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. جئنا من أشهد ما قبولنا الدعاء ولا نشكي ما جبنا الدعاء ولا من الغضب عليهم ولا من الظالمين. اللهم جئنا بما كرم من القرآن وما حللنا وما كبرنا وما سألنا هادية سنة رمى تنقدم على بها إلى روح عبدك الناس أمتك الناس إلى نائب كارم كبير جسنة ورحمة ورحمة المعلومة سيدة أسرة في هوا المعلومة في فبدينك إليها وجل نرى يسلم إليها وكف الله مبيرانك إليها وكف رمى التوسع وفر رمى فرق الجميع وفر مركب أركان لوات والدنا ومشارخنا ومعلمنا وملحقنا علينا وإن كانت المسنة فاتت في سنها وإن كانت نسيت فتجاوز عنها وجعل كبر رغبة مرادة الجنة ولا تجعل كبر غفرة المقنغان اللهم أعلي شاشتها واهرم غربتها ونفس قربتها وجعل جنة مواها ومثواها يا رب العالمين مغفر لأهل القبور المؤمنين والمؤمنات والمسلمات دائما في قبور مجيء نور والفرصة والسرور والبهجة على القبور والمغفرة على القبور إنك أمت رب غفور رحيم يا آية النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وفي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وسلم كثيرا بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ورب الناس إلهي الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كرة واصيلة. لا إله إلا الله. لا نعبد إله مولسين له دين ولو كره الكافرون.
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله تبارك وتعالى قل سبت رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لقيت معنا هنا دي سبت وتلقنا القران العظيم لاجل المرحومات. اللهم اغفر لها وارحمها والفاتحه لها. سيدنا ابو بكر سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي كرم الله وجهه في الجنة والحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء بنت رسول الله سيد صلى الله تعالى عليه وسلم الفاتحة له. ونأتي محبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. آمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها وعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدها لها وحسلها بالماء والثلج والبرد ونكاها من الخطايا كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس يعوذه من عذاب القبر وعذاب القيامة وجزو إحسانا برحماتك أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا do kama mi neema vani wa mi mwananya na mbahe wa bwenu na lalavani odoro lo deni wa mwe ruamba abasi msawali vuani mai wa bwenu akoro wa hadi jawali na bangu ro mwe msawali wa mi mwana wa mfubaba bahi mwana wa mfumana soki wa bwenu sana kula mtu anoni bana nisho ni wombo mami moja ba wali batu oywa inshallah.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.